أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نستهل جولتنا مع أبرز ما جاء بالصحف المحلية والبداية من جريدة الأخبار. الرئيس يجتمع باللجنة العليا لاستضافة كوب 27. السيسي تجهيز شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستقبال الضيوف. وتابعت أيضا تحركات مصرية مكثفة لإجلاء طلابنا من أوكرانيا، والقاهرة تسير رحلات لنقل الأوكرانيين لدول جوارهم. منتدى شباب العالم ينشئ منصة حوار بين الدول والمجتمع المدني. من عناوين صحيفة الوطن: الصحة، الوضع الوبائي لكورونا مستقر وانكسار الموجة الخامسة منتصف مارس وتراجع التردد على مستشفيات الحميات. عبد الغفار 46% انخفاضا في العزل المنزلي وحملات للتطعيم في 4 محافظات. لأول مرة تجليس 98 قاضية في منصات مجلس الدولة. التعليم لطلاب الثانوية: استعدوا لكل أنواع الأسئلة وشوقي، النظام الجديد يقيس مستويات الفهم. وإلى جريدة المصري اليوم، حيث نقرأ فيها: مصر تستعرض الفرص الاستثمارية أمام منتدى المتوسط. وزير التموين: حققنا معدلات نمو رغم تداعيات جائحة كورونا عالميا. البيئة تطلق مسابقة صحة كوكبنا استعدادا لمؤتمر المناخ. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وعودة الأمطار غدا. أول قطار درجة ثالثة مكيف بالسكة الحديد الثلاثاء. ونقرأ من صحيفة الأهرام: شكري إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك الأوروبي تتويج لجهود كبيرة. في قرى حياة كريمة بروتوكول لإنشاء 1000 مدرسة وبدء جلسات الدوار لتنمية الأسرة. انطلاق رحلات تعريف طلاب الجامعات بالمشروعات القومية بالصعيد. ولمحب الرياضة: الأهلي يحقق فوزا صعبا أمام المريخ بدوري الأبطال. نتحول في جولتنا إلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط. مع دخول هدنة موسكو أنقرة السنة الثالثة، دويلات سوريا هي خطوط ثابتة ومعاناة متفاقمة. مخيم في مأرب يحكي قصة تهجير آلاف اليمنيين. السعودية ترفع إجراءات كورونا الاحترازية. ومن أبرز عناوين صحيفة عمان: القوات الأمريكية تنقل معدات عسكرية من قواعدها بريف الحسكة إلى العراق. وسط أزمة بين حكومتين متنافستين في ليبيا، التوتر يخيم على طرابلس. اضطرابات القلب تهديد غامض يلاحق مرضى كوفيد-19 لفترة طويلة. ومن الخليج الإماراتية: التحالف ينفذ 17 عملية استهداف للحوثيين في مأرب وحجة. برلمان العراق يؤيد إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. بشاغة لأهالي مصراتة: ليبيا تحتاج إلى العمل والمصالحة. الأزهر يدعو العالم لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا. ومن صحيفة الدستور الأردنية: 14 وثيقة أردنية تلغي أوامر إخلاء المنازل بشكل كامل في حي الشيخ جراح. الهدم يتهدد 800 وحدة سكنية بجبل المكبر بالقدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الأمم المتحدة تقترح وساطة لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا. ونترك الصحف العربية ونتحول إلى أبرز ما جاء بالصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. إحباط جهود إجلاء المدنيين مع ضغط روسيا بالعمليات العسكرية. بوتين يهدد بفقدان أوكرانيا للدولة والقوات الروسية بالقرب من أوديسا. الغرب ينظم عرضا نادرا للوحدة ضد روسيا. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يزور موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين حول أوكرانيا.
ومن واشنطن بوست الأمريكية: بوتين يشبه العقوبات على موسكو بإعلان الحرب، وزيلينسكي يناشد المشرعين الأمريكيين المساعدة ضد الغارات الجوية. الاحتجاجات ضد العملية الروسية في أوكرانيا تملأ الشوارع في جميع أنحاء العالم. الصين تقول إنها تسعى إلى حل قضية تايوان وسط مقارنات مع أوكرانيا. ومن الديلي تيليغراف البريطانية: في حوار مع الصحيفة، وزير الدفاع البريطاني بن والاس يؤكد أي تهديد وجودي في أوكرانيا سيقابل برد قاس، وبريطانيا تدرس زيادة شراء الأسلحة التي عطلت الدبابات والطائرات الروسية. بوريس جونسون يحذر من أن اتفاق جديد مع إيران من شأنه أن يشجع المتشددين. ومن لوموند الفرنسية: العديد من وسائل الإعلام العالمية تعلق نشاطها في روسيا. الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، ماكرون مرشح رئيسي، وفي الوقت الذي تمنعه الأوضاع في أوكرانيا من الحملات، نشاطه الدبلوماسي يسمح بميزة إضافية بالظهور خلافا للمرشحين الآخرين. الصين تزيد بشكل حاد من الإنفاق العسكري. ونتحول إلى أبرز التصريحات التي جاءت بصحف اليوم، ونقرأ هذا التصريح من جريدة الجمهورية للرئيس السيسي: تعزيز جهود الجهات المعنية لإخراج كوب 27 بما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية. ومن البيان الإماراتية الاتحاد الأوروبي: الصين الوحيدة المؤهلة للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا. ومن واشنطن بوست الأمريكية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إعلان الناتو لمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيعتبر عملا حربيا، وهو ما يجعل الحلف مشاركا في الصراع العسكري. وبعيدا عن السياسة، مشاهدينا، نقرأ من البيان الإماراتية أن الشركات العالمية تتسابق لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، ويعتقد كثير من العلماء أن الكيروسين الأخضر سيكون الوقود الرئيسي لطائرات المستقبل، وسينافس بقوة مصادر الوقود الأحفوري إذا ما تم دعم تطوير أبحاث إنتاجه لكي يصبح الوقود الأساسي للاقتصاد النظيف الذي يراعي البيئة في المستقبل. ومن ديلي ميل البريطانية: أغرب دراسة تربط بين علاج الأمعاء والقضاء على الزهايمر. قد تقلب دراسة حديثة الموازين فيما يتعلق بالطريقة والعلاج لوقف مرض الزهايمر الذي حير العلماء على مدى عقود، والذي كان يعتقد أن الداء الوحيد له يرتبط فقط بالدماغ. فقد كشفت مجموعة من التجارب العلمية أن الأمعاء تمثل هدفا بديلا قد يكون من الأسهل التأثير عليه بالعقاقير أو تغيير النظام الغذائي لوقف الخرف. وبهذا الخبر العلمي مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام جولتنا بين الصحافة المحلية والعربية والعالمية. شكرا لكم وإلى اللقاء.